بقدرش اروح على مدرسه واجبرهن بقول لي انه انا انت مش مسؤول عني. عمالين بتوجهوا الحكي للجنه اولياء الامور اللي هي مش فعاله ما بتستقيم ولا في اي مره. يا عمي كان موجود. عمليا اسمح لي شوي يا طيب. مجدي. خليني اكمل خليني اكمل خليني اكمل جدا يا عمي كل وقت انتوا عمالين بتحكوا لجنه اولياء الامور لها دورها في سقنين وبتعمل دورها في سقنين ابو مجدي جدا لازم تعمل خليني اكمل انا بحكي لك ابو سعيد خلي خلصك احنا بنقول وصلنا الى هنا مشكله المدرب السؤال ماذا بعد؟ في انا بقول انه دور رجال اولياء الامور واحنا بنكون معاهم انه بدناش يلزموا يحرجوا مدراء المدارس وصلتك نسخه ولا لا؟ مستعدين انه يكونوا معاي نحن لا ننتقد وفي تعدديه الراي والراي الاخر مش كلنا بالها انا كمان ممكن اقول انه مش خير واجبي كيف لازم لا كنت كمدير مدرسي ولا معروف لجنة شعبية فلجان أولياء الأمور هي اللي بتقدر تفوت على المدارس بالنسبة لقضايا التعليم العالي صادق الأخ إنه المنشورات تحط بسلة المهملات وفي مديرين بيوزعوهاش أنا كرئيس اتحاد محلي كنت في النصر للدورة الثالثة بدرت السنة اللي فاتت بيوم الأرض وعملت ديسك عن يوم الأرض ووزعته بعدة بلدان مش بكل البلاد ووزعته في المصري وفي عدة بلدان وهذا كان نجاح انه الطالب كان يحضر الفيلم 40 دقيقة ويناقشوا الفيلم بعد الحصة الثانية ولما يناقشوا الفيلم يعرف الطالب عايش مقدرك وللأسف الشديد اليوم الجيل اللي من هبة أكتوبر اليوم كان جيله 4 سنوات و5 سنوات يا ريت كان انه نعمل ديسك عن هبة أكتوبر وفي مواد عن هبة أكتوبر أنا قبل ما أجي فحصت انه في مواد وينعمل ديسك وينعمل ديسك انتفاضة القدس والأقصى وينعمل انا بدي احكي كلمة مداخلة مش معنى انا كمان اخو شهيد بس مداخلة كلمة اسمحوا لي مش هبة اكتوبر هبة القدس والأقصى اللي صارت مهددة كثير ماشي عليها ينعمل ديسك ينعمل ديسك ويتوزع على الاقل اعداديات وثانويات خليني نقشوا حصة ويعرف الطالب عايش مقدرك لانه فيش توعية احنا فوتنا على مدارس ثانوية بيعرفوش عن اليوم هذا وعساس هيك انا بدرت السنة اللي فاتت وحط عملت ديسك على يوم الارض فانا بتأمل انه لازم انا بفكر انه هذا الديسك تكلفته مش غالي وممكن في عنا وقت انه نقدر نجهزه ونوزعه على المدارس اسا للاسف انا بدي ارد على الاخ انه بيعملش الاتحاد القطري انا كنت مركز الاتحاد القطري ولكن انتخبت بس قبل 4 اشهر واحنا عملنا في هاي القاعه بالذات فعاليات تنتين في سخنين ومنهم تكريم مدير قسم المعارف قبل سنه عملنا فعاليات ورا بعض تنتين هون في هاي القاعه وكان حضر كمان رئيس البلديه وكنت مركز الاتحاد القطري ما كنتش مركز بالنسبه للحث على المدارس احنا بنفتخر وبنعتز يعني واخونا الاخ عصام ذكر امور طيبه وممتازه بس احنا بعطي مثال ولكثير مدارس اللي لليوم ما احيوش ولا اي ذكرى من سنه 2000 لحد السنه ما احيوش ولا اي ذكرى في المدارس بغض النظر احنا رغم ان احنا كل سنه بنتوجه وبنقول يعني ان احنا لازم نحث طلابنا اذا اليوم احنا بنفوت على اي مدرسه اختاروا اي مدرسه من الوسط العربي كلياتها وفوتوا فاجئوا صفوف يعني حتى ابتدائيه او ثانويه او اعداديه قولوا لهم خذوا نسبه قديش من الطلاب هذول بيعرفوا اسماء الشهداء اللي استشهدوا في هبه القدس والاقصى بدون يعني خلينا نقولها احتمال انه مش اكثر من 50 او 60% اللي رايحين يذكروا اساميهم في منهم اللي راح يقول بجوز 5 او 6 اسماء او بجوز يوصل الواحد منهم للعشرة او 11 او 13 فهي نقطة أساسية اللي احنا لازم نرسخها في قلوب أبنائنا اللي هم يعني هاي طلبة العلم، هاي مستقبلنا اللي احنا لازم كل هذا الحدث كل سنة نذكره ونذكره على أساس أن نوصل لنتيجة أنه هذا الأمر داخلي يظل عندنا. الموضوع الثالث اللي هو موضوع المسيري. اليوم المسيري احنا بنحث أنها تكون المسيري والزيارات اللي هي بارك الله في الجميع طبعاً بكل جهود مباركة اللي بيقوموا فيها المسيرة طيبة انها تكون يعني وين ما بيختاروا وبنفس الوقت الساعة المناسبة وهي بجوز الاغلب انه شايفين انه بعد صلاة العصر تكون يعني المسيرة في سخنين هذا شيء طيب ومبارك لانه برضه مشان نلحق نزور اضرحة الشهداء كلياتها في كل البلاد. بالنسبة لإحنا طبعا كلنا ألم انه بس بالذكرى
أو قبل أيام من الذكرى لجنة المتابعة بتخصص لها يوم يومين ثلاثة خمسة لمتابعة أمور هبة القدس والأقصى. لليوم إحنا يعني مع الأسف وكلنا يعني ألم وحزن إنه كتاب اللي كان لازم يصدر بسنة 2005 لجنة المتابعة تكلفت في الأمر على أساس إنه يكون هذا الكتاب يشمل كل الشهداء، لأنه إحنا أبنائنا مش أبناء اللي استشهدوا لحالهم، في قبلهم وفي بعدهم، إحنا برضو بنقدر كل عائلات الشهداء. ويا ريت وحبذا إن هذا الأمر يتابع قبل الذكرى وبعد الذكرى على أساس إنه ينتهي هذا الموضوع، موضوع كتاب اللي هو بتحدث عن كل الشهداء. هاي نقطة برضو مهمة جدا، موضوع برضو إحنا كلجنة كاللجان ولجنة شعبية وبرضو كلجنة متابعة مهم جدا إحنا بنقدر نتوصل لكل الرؤساء المجالس ونوصل الرسالة إنه على كل أسماء الشهداء سواء في مدارس أو في مجمعات أو في شوارع أو على أساس إنه إحنا نحيي هاي الذكرى حياة يعني إحياء طيب مبارك اللي إحنا نظلنا نذكر. إحنا وقت بتصلوا فينا من رفح ومن غزة ومن عدة بلدان بيقولوا سمينا شارع على اسم الشهيد فلان من عندكم، فأنت بتفتخر وبتعتز يعني. فإحنا الأولى إنه هاي الأمور تكون موجودة برضو عندنا، يعني كلجنة متابعة لازم نتابع هاي الأمور. برضو أكل ما يكون بالنسبة لموضوع الذكرى، إحنا الحمد لله في عدة بلدان نذكر منها عبلين، الله لا مش عبلين، دير حنا، كانوا في مسرحية أو كانوا في عمل طيب اللي هو كان في إحياء ذكرى. هذا إشي ما ننساهوش، إحنا دعوا كل أهالي الشهداء فتنا أتفاجأنا يعني في الموقف أو في العمل الطيب اللي هم كانوا فيه. وإحنا بنحب إنه كل مدرسة إنها تحدي هاي الحدوة الطيبة اللي هي فيها خير للذكرى للشهداء. رغم تعدديتنا إنه في هناك عندنا انتماءات مختلفة حزبية واجتماعية وكذا، إلا إنه في النهاية كلياتنا ممكن نمشي في مسير موحدين حتى لو كان في هناك أعلام وألوان مختلفة. هاي الشغلة ممكن حتى مرات تكون دافع ومحفز لناس اللي هذا نفسه شاركوا بقوة ويجندوا بقوة. أنا بقولكم أنا بحس وحسيت في المظاهرات اللي كان فيها قضية الإعلام، رغم إنه في ممكن يكون مشاحنات بسيطة وهي ممكن نتغلب عليها وبكون فيها إلى وجود، أنا بشوف إنه في حاجة لأنه قضية الإعلام تكون موجودة، وهذا شيء إيجابي مش شيء سلبي زي ما بحاولوا. الشيء الثاني فيش قرار لجنة متابعة في هذا الخصوص، لا يا مش كل شيء تبع النظام يا ماجد، مش كل شيء تبع النظام، قضية مقدسة اتفقنا عليها. أنا برأيي أول شيء حق الأقرار، قضية مقدسة فيش شيء مقدس في هاي القضية اللي بيطرح إنه يرفع علم ببطل فيه خرب علم فلسطين، هذا كلام مش صحيح. أنا برضه كان في هناك أنا اللي بعرفه، ما كانش قرار في لجنة المتابعة بهذا الخصوص. اتفق إنه اليوم سكرتيري الأحزاب هن يقعدوا هن يبحثوا في هذا الموضوع، أنا شخصياً زي ما قالوا بنقل وجهة نظر. اثنين أنا مع اللي يكون في رفع أعلام. اثنين أنا بقترح بس لو سمحتوا إخوان، بما إنه إحنا مش عايشين على كوكب آخر ومنعيش في دولة فيها شعب آخر وغالبية هذا الشعب هو معادي بسياسة حكومته وتجرف وراها الأكثرية يهودية في اتجاه يميني معادي لمصالح الجمعية العربية، هناك هو اللي تؤمن في التعايش، تؤمن في السلام، تؤمن في حق الجمعية العربية هنا في أرضها في وجودها في بقائها. وإذا انتبهته كان في لجنة المختصين بخصوص القضايا الاجتماعية ضمنت في مطالبها اللي بدها تقدمها امام هيئه مختصه في هذه الدوله قضايا مركزيه واساسيه للجمعية العربيه، منها قضيه النقب وقضيه توسيع مناطق النفوذ. ففي هناك ناس اللي ممكن احنا نمد ايدنا ونتعاون احنا وياهم من اجل مستقبلنا ومن اجل تجذورنا في الارض. حتى
حتى ما يكونش تحريفات اللي تكون بعدين كل واحد يحكي كيف بده اللغه اللي بيستعملها اللي بالنهايه اخر شيء بننسى الاسم الاصلي اللي من اجله شهدائنا ضحوا بانفسهم تجاه قضيه شعبهم واناروا بدمائهم طبعا مستقبل هذا الشعب. فالامر الثالث اللي بقول انه احنا مقصرين كلياتنا مقصرين من ممثلين حتى شرائح المجتمع والاحزاب وكلياتنا مقصرين تجاه شهدائنا لانه ما قمنا في ما يكفي في تخليد ذكراهم. وانا بقول انه كمان شارك في قضيه محكمه اور بالنسبه لقضيه تمثيل لجنه ذوي الشهداء احنا اصدرنا في حينه من خلال عدالي جمعيه عدالي اصدرنا كتاب في قسمين اللي هذا الكتاب اللي هو عمليا شرح لكل احداث اكتوبر من الناحيه القانونيه ولكن هناك كان في واجب انه تكريس وتقدير وتثمين دور هؤلاء الشهداء من خلال الكتاب اللي يظهر طبعا كل المشروع الشهادي ومشروع التضحيه اللي قام فيه شهداء. وهنا طلبنا انه البلديه برضه يكون في لها دور واللجنه الشعبيه يكون في لها دور، يعني مش بس حسين واثنين ثلاثه يفوتوا على المدارس، انما مطلوب من كل اللجنه الشعبيه، كل واحد بيقدر وعنده الامكانيات انه يفوت ويشرح عن الايام الوطنيه في كل المدارس عمليا مطلوب منه انه يتجند لهذا الامر ويفوت ويشرح ويساعد في هذا الموضوع. الشغله الثانيه اللي بدي احكيها هي عمليه اصدار نشره او نشرات، اصدر نشرات. بالنسبه ل 30 اذار اصدر كتاب اللي اسمه يوم الارض ونصب تذكاري. انا اتصلت طبعا يمكن صار له 5 سنين او 6 سنين. أنا اتصلت مع الأستاذ جعفر فرح على أستاذ إنه على أساس إنه نوفر هذا الكتاب في سخنين من أكثر من 50 أو 60 نسخة، وإذا ما تمش بعثه عن طريق جعفر رايح أنا أقوم في شراء هذا الكتاب والتبرع فيه لسخنين للمكاتب في سخنين. فعمليا بطلب برضه شغلة ثانية، إذا كان على صعيد سخنين إحنا في سخنين أو على صعيد اللجنة الشعبية في سخنين أو اللجنة القطرية لازم يصدر كتاب اللي هو عمليا يتحدث عن احداث هبه القدس والاقصى. لا يمكن انه بعديه يمرقوا 10 سنين ولحد اليوم ما فيش كتاب. السلام عليكم. ولحد اليوم فيش كتاب يدون هذا الامر. مع كل هذا احنا عندنا يوم الثلاثاء او الاربعاء اجتماع للجنه اولياء الامور العامه في سخنين لمواضيع معينه ومنها الموضوع الاساسي اللي هو يوم السبت اللي هي عمليا هبه القدس والاقصى اللي رايحين بلجنه اولياء الامور نتخذ قرارات اللي منا انه نفوت احنا كلجنه اولياء امور على كل المدارس في سخنين، كل مندوب لجنه يفوت على المدرسه ويتحدث او يلاقي كيف الصيغه اللي ينقل فيها المعلومات عن هبه القدس والاقصى لجميع الطلاب في سخنين. حشد للمظاهره يوم السبت لان ذكرى مهمه في محاوله لتمييعها وفي علينا واجب جميعا كأحزاب وكأفراد وكفعاليات انه نعطيها الزخم المناسب، نحيي ذكرى شهدائنا ونعود ونطالب بما استشهد من اجل هؤلاء الشهداء وهي قضية الارض والكرامة. بما انه قدم الطلب للاعتراف بفلسطين كدولة في الامم المتحدة مع كل النقاشات اللي بتدور حول هذا الموضوع، ولكن في هاي المناسبة لا أقل من أنه في هذا اليوم أنه إحنا نرفع علم فلسطين وعلم فلسطين فقط وكمية كبيرة من علم فلسطين لكي نقول نضيف إلى ما قاله أبو مازن نحن أيضا جزء من هذا الشعب. عرب 48 الفلسطينيون في الداخل هم جزء من الشعب الفلسطيني يؤيدون إقرار والاعتراف بدولة فلسطينية ولكنهم يذكرون بأنهم جزء من هذا الشعب جزء من هذه القضية. إذا أراد أحد تناسيهم أو أغفل عنهم فنحن نذكره بذلك. ومن يريد أن يتسطر وراء الأعلام الحزبية لكي لا يرفع علم فلسطين نقول له ترفع في هذه المناسبة. لديك 363 يوم عندك 363 يوم لديك 363 يوم لكي نقوم بالفعاليات الحزبية ونؤكد على مواقفنا وكل حزب يروج لما يريد به
بهؤلاء اليومين يوم الأرض وذكرى أكتوبر لنترفع هؤلاء يوم أيام لفلسطين للشهداء لا 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 لا, لا نزود في هذه الأيام. طيب شكرا إلى أبو عمر. بالمناسبة يوم الأقصى أو يوم القدس الأقصى أو هبة القدس الأقصى هي لجنة المتابعة من قبل 10 سنين نزلت في هذا عن الاسم اللي يستحق إنه نطلق عليه هذا الاسم وهي انتفاضة القدس والأقصى. اليوم معناها يوم 24 ساعة وانتهى. الهبة معناها فترة صغيرة وانتهت. في كان هناك توجه واللي ترأست للأسف الشديد المتابعة وعدالية وكل اللي اشتغلوا في هذاك الوقت انه يفصلوا هاي الاحداث اللي صار في هذاك الوقت عن المحيط العام اللي صار. مع كل الاحترام لكل الشهداء 13 شهيد بس في هاي الانتفاضة اللي رسميا لحد اسم موجودة بالرغم انه الكل من السلطة لأصغر واحد بحاول انه يخمدها هاي الانتفاضة بعد موجودة لحد اليوم واللي وقع فيها اكثر من 2000 شهيد. الناس بطلت تتعد قديش حتى سقطوا من الشهداء. فانا بعتبر انه الاسم الحقيقي اللي لازم يكون انتفاضة القدس والأقصى وهذا الاشي اللي لازم يعمم على المدارس وعلى الجيل الجديد وعلى كل الناس وعلى المسؤولين في الاساس المسؤولين الكبار في